وليس من الضروري أن يكون أمي روحة. نعم بدي نام. بدي تقبرني نام؟ يعني في بكير بدروس. اي دراسة الصبح أحسن. أنا فيقك دراسي فيقك ساعة 5 على عيني. روح نام. أوه أجبيني في حالي دي تضرب. أضرعت اللي سمسني بجرقة معناها كان إذا قمت هذه القرار اللي أستطيع عرفت. شكرا لك. أبو فكرة جبيني كيف ممكن انتقل الى رحمة الله تعالى. كمان الصيف بس في نسمة. زميل لسه المحترف وكانت وحدها في البيت. لك غفلت لك محمد الله يرحم ابوك هيك كان ينام كبتله. تهربوا من الشباك إلى الآخر. وصار الكلمة اللي تستطيع أن ترسل السيدة الأخرى بتجيب. ما أدري تعودي هنا على هيدو 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 نويبا. ما خلصتي قراية لسه؟ ما وجعتك عيوني؟ لك شو قاعدة ببيت مجانين يا أنا؟ لك ردي علي. امي خليني افهم شو قصه الرجلين. امي خليني افهم شو قصه الرجلين. كل يوم تقلي لي هيك. شو بدي اقعد ساوي انا؟ لا شغله ولا عمله. ها داخل ايه؟ انت ملتهيه بالقرايه لك بنتي هلا بتنحول عيوني وهداك مكبتل اللي نايم واحمد نايم كمان بغرفته. امي رجع التلفزيون لمحله تتسلي. يعني مشان احمد يقعد قدامه ويلتهي عن دراسته، بعدين ما في شيء بالتلفزيون غير رياضه. شبه الرياضة أمي منيحة. لك شو صار لك؟ حطي الكتاب من إيدك شوي وحاكيني. أمي شو بدك يعني أعمل لك يعني؟ رجالي وجليته والبيت ومسحته شو يعني؟ سليكي؟ لك بدي أحكي معك شوي، حاكيني. شو هذا اللي عم تقري؟ قصة بوليسية. احكي لي إياها. أمي بعدين بحكي لك إياها، تركيني كفية هلا. لك وأنا شو أمي؟ أقعد أتصفن فيكي. لا إلك شي تتسلي فيه غيري أمي؟ قومي ضبي البيت. بعدين امي بكره. بعدين امي بكره كل يوم تعملي معي نفس الفصل، تروحي على الوظيفه بصفى انا لحالي بالبيت عم بشتغل. عمان عمان اي عمان قوم قوم نام جوا خلصني مالي قدر اجي لك انا. قوم حبيبي الله يرضى عليك. قوم تركي امي تركي روحي نامي انت انا باخده بعد شوي. أنا بعتمد عليكي أنا، المرة الماضية اعتمدت عليكي تركتي لي يا نايم أهو. خلص أمي. لا تنسي. لا خلص.
محمد قوم حبيبي قوم محمد قوم محمد بك اليوم هنت علي ايدك حيملخ ظهري يا ليل هذا الله يدك شو تقيل يا رب يدخلك يا رب يعيني قديش عم تنعلف انت يا قليل حينبرق ظهري خلصتي قراية؟ ايه خلصتها بتخوفني قصتي بعدي عني الدنيا حرة ايده بعدي فوتي اخوك محمد على اوضته عملته وبرا ظهري شو عم تطعموه حط لك الهي قومي اطفي الضوء خلينا نعرف نندفيس قومي تعركي ناشفة شو هالصوت هاد؟ شو هاد؟ شو في؟ شو في أمي؟ مين كامل المطبخ؟ شوفي شو صار؟ ما سمعت صوت كركبة يو لك وتارك البراد مفتوح لا مو أنا يو وهذا الكرسي من وقعه مو أنا لك ليش تارك لي شباك الملمر مفتوح؟ هي أكيد أطلفاتك طلعت لقيت الدنيا شوب قلت أرطب لعبتوني تاني مرة بتسكروا الشباك قبل ما تناموا يلا سمر حبيبتي روحي نامي يا هي سمر شبكي ما في شي امي لك شو عايشة ببيت مجانين انا هلا بلحقك امي روحي الحقيني Thank you.
عليك يا سما. حرامي عوني حرامي حرامي تكي لا سما حرامي شلحيون ما عنا شي يسرق ما يسرق سامي يلا على عيني على عيني خود لا هذا غادي يا هذا النص من عاش انا يتيمة ابي بيت ما في شيء ايش راسك ما في شيء ما في حد من المصاري وين مخبينه شهر البيت انت ما كنتوا لك لا تنكتوا لا تنكتوا اذا اخذت المصاري بتروح وينهم؟ جوا بالخزانة بالرف الثاني تحت البشكير بالخزانة بالرف الثاني تحت البشكير مبلا ونفتح لك هون خبرة شو أمامي بسرعة حرامي مو سقف روح قدامه أمامه عفوا أمامه قال أمامه سوى لكم شيء أحمد هلا وقتها جبني بطريقك حبل قوام مشان ربطه تعي تعي نشوف الدابة ربطي شو فيك تلقاها امي ايه الكون مات لا ايوه شو مات امي رح اموت من رعبتي لا تخافي امي ما انا شايف عم يتنفس لك طلعي معي الكون مات لك لا شو مات ليكي قديش معه ده وينه سما ليك الدهباء امي شو دهب شو في ليكون ما يا عيني شو هالساعة امي شو ساعة ما ساعة لك ايه حلوة لا تطمعي هلا انا وقت تستعيري يا ودي راح على الوظيفة امي سارة امي انا اروح اعمل لك امي كمان خلص لا امي احمد احمد حيوقف قلبي لا يوقف اتركي اتركي شك بعدوا لي الارض لا تعزل حالك ظن انه مات مات؟ ايه شو مات؟ يمكن مات لك شو عم تقول انت كمان؟ معقول يكون مات؟ رجال قد الجبل من خبطه بده يموت اعطيني الحبل لشوف ولي مات لك شو عملت له لك احمد؟ شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نسوي؟ منخبر الشرطه تخبر الشرطة وانا شو بدي يصير فيني لك شو بتسوي شو بعرفني شو المصيبة شو بدنا نعمل امي تعين زتو من الشباك على الشارع لو بركي حدا شافنا من الجيران رح يصدقوا انه هو حرامي ونزل على بيتنا يعني الله يصلحكم مو كان احسن لو خلينا ياخذ الذهبات والمصاري ويروح لك اسكتي انت زكيه خانو اسكتي لا تحكي ولا كلمه امي خلينا نخبر الشرطه احسن عملكم بعدين هذا حاله دفاع شرعيه عن النفس وهي السكين اكيد عليها بصماته ما دامك شاطره لهالدرجه قولي انك انت ضربتي مو ترميني فوق معنا دافعت عنكم استنى جتني فكره امي بتروح انت بتتصل بفرحان وبيجي فرحان لهون وبتاخذوا هاد وبتلفوا سجادة وبتزتوا بشيرني يا حبيبتي فرحان مشان كون بمصيبة بنصير بمصيبتين هلا بالليالي بدك تنادي له شو هالليلة هاي منين اجتني انا المصيبة منين شو هالبلية هاي كله من القصص البوليسية اللي عم تقري لي اياها انت امي معقولة حتى استحب ايدك هذا دليل ضدنا طيب احسن ما تضيع وين بدي حطها بعدين احنا بهالمصيبة لما بالساعة تعي لنرفعه على الكنبة هاي تعي ترى امي اوعي تحركي هلا اذا اجت الشرطة بتقول ليش محركينه بمحله لسا بتقولي شرطة ناقص ادخل بسين وجيم يلا تعوا ساعدوني لنرفعه انا ما بمد ايدي على الاموات احمد هي طولان انت تعال ساعدني اوام لنحل على الكنبايه اوام
مين؟ شو الليلة هي؟ كلها حمل. اي روحي جيبي لي شرشف الام. لا انا قايل يا عيني قال رجال البيت قال الصباح ربع بنشوف بكره شو بدنا نساوي. امي شو رايك نزلوا لتحت على الحاره هلا احسن؟ الحاره فاضيه بتكون. لك واذا شافك حدا ما بيقولوا قاتلين قتيل. طيب شو بدنا نساوي هلا؟ بنخبر الشرطه. ما في حل غير انه نخبر الشرطه امي. بعدين نحن ما لنا حق ابنه. حرامي واجا بده يسرقنا، اما نحن دافعنا عن حالنا، بعدين بنقول حيله انه هو كان عم يهددنا بالسكين. لك اسكتي لبين ما يعرفوا اخوك بريء بتخطخ بالحبوس وبتروح عليه السنه. يا هولي جهجه الضو. منيح اللي اخوك محمد نايم كان ارتعب ولي على قلبي ان شاء الله. أمي اطفي الضوء لا تفتحي. اطفي الضوء لا تفتحي. يا أم أحمد تعالوا يا جيرانك تعالوا في حرامي بالبنايه. وينك؟ هذا جارنا أبو خالد. روحوا أنتوا ناموا أنا هلا بفتح لهم الباب. أمي أمي لا هلا صرت رجال أنت؟ لا أحمد جاي جاي. مساء الخير جارتنا. في حرامي بالبناية ليكون دخل لعنكم. ايه حرامي؟ شو جاب الحرامي نحن لعنا؟ بعدين شو في عنا شي ينسرق اصلا؟ يعني ما شفتوا حدا دخل لعنا من الشباك من على طرف البناية؟ ايه نعم. وبعدين مر من جنب شباككم وطلع من على المنور. ايه نعم. ليك الشباك قدامك يا جارنا مسكر، منين بده يمرق الحرامي؟ ان شاء الله ما انسرق لكم شيء. ما بعرف يعني انا فقت بالليل مشان اشرب، انت لقيت يعني الغراب تبع البيت مقلوبه قلب كلياتها. الله يصلحك جارنا، كيف ما حسيتوا عليه بيظهر غرقان منهم كلياتها. هي ساعة شو جاب على ايديك؟ ساعة هي جاب لي اياها ابني احمد مشان شوف الوقت فيها. ومن هذا اللي متغطي ونايم عندكم على الكنباية؟ ابن اختي ضيف عنا. احمد؟ يا احمد؟ ايه يا احمد؟ ما. يا احمد؟ ايه لا تفيق لي ابني نايم. خير شوفي ما بعرف. لك شو فقتوا؟ شو صاير عندكم جيراننا؟ شو؟ ليش زحلين كنباية؟ وهي السكين شو جابها على الارض؟ شو هذا المكسور؟ شو هالحبل هذا شو؟ ما في شي جارنا، ما في شي، نحن بدنا نلف السجادة كنا قامت وقت ايه؟ مزهرية وطلع بجنا، شو لعبجة ولعبجة يا ربي. سجادة وبصير؟ شو؟ دم؟ دم؟ يبعث لإلهي الرضا سمار، راحت وكسرت أنية المناكير على الشرشف جيت. ها؟ ونكير على جبينه؟ جار تفضل لا نحكي لك القصة من أولها لآخرها. نحن هيك صار معنا بالمختصر. أحمد ابني ما له ذنب. يعني الساعة اللي لابستيها ساعتي؟ ما بعرف لقيتها معه. إذا قالك خدع عيني إيه لي إيه. وكمان كان في معه ذهب سيك طلعه. ذهب؟ إيه لحظة هذا سلسال فرحان. هذا من الشغل فيه. هدول دهباتنا. طب شو صار لك جارنا؟ هدول دهباتي ودهبات بنتي سمار. ها؟ ماشي الحال جابتكم خدوهم بس من نادي للشرطة بتجي لهون وبتشوف هذا الدهب لمين؟ لك جارنا ليش الشرطة؟ خد دهباتك أعطينا دهباتنا. جارتنا هدول الدهبات كلهم أخذهم من بيتنا. لك شو صار لك جارنا؟ شو ما بتعرف دهباتك من دهباتنا ولا بدك تتشاطر علي؟ هلأ وضحها. يعني إحنا هلأ بالدهب ولا بهالمصيبة؟ لك ابني مالك شايفه شلون عم يتبلى علينا؟ امي مالكم غير تخبروا الشرطه؟ مزبوط احسن شيء خبر الشرطه. لك شو الشرطه؟ شو الشرطه؟ لك بدكم يعني ارسوا بالسنه كمان؟ خلاص رسبت السنه انبسطوا ما
انبسطتوا؟ لك خفوها شوي ولك القريضة هلأ بيمشي الطريق. هاي أول مرة بلبس الجاد. استعداد. هلا اطلعوا ما في حدا بالشارع يلا. مكنو منيح مكنو منيح الله ينشحك مكنو. شدة شدة منيح. ايه اخي شو؟ لا تخلي شي يبين من قدره. هات هات هات. نوب ها؟ شو يلا يا ربي يا ربي. لا استنوا استنوا. في اثنين جايين بآخر الشارع استنوا. شوف لكم الشارع انا لقيني خلص امي عجل عجل تحت الباب طق ظهري نعناع دقيقة شوف الشارع بس سامع صوت حركة استنوا شوي يلا الله لا يوفقه استحكمني واخذ الصيغه بس على مين خليني قبل اخلص من هالمصيبه بعدين نشوف شو بدي اساوي يعني لو خبرنا الشرطه ما كان احسن مين امي افتحي امي يلا لك شو صار معكم ليش رجعتوا الى شعبكم جارتنا شيلنا وصلنا لقدام البنايه شفنا الزبال جاي هلا ما فينا نقدر نطلع بدنا نستنى لنا شوية فظاع شو خوفين انتوا اثنين كنتوا زدتوا بشي خرابي وخلصنا منه يلا يلا الزبال لف من الحارة يلا احملوه والحقوني رح شوف لكم الطريق لقيني ايه جايتنا ايه يلا يلا ابو حميد يلا يلا طلعوا طلعوا ما في حدا طلعوا رح تنكسر رجلي شو امي مشي الحال شفت لا ما مشي الحال انت يصير طلعت من الغسيل رجعنا اذا قال ليش سكرتي الباب فاتوا لبيت ابو خالد مين يلا امي بسرعه هذا شافكم؟ لا 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 ما حدا شافكم ما حدا شافنا بس لك بس فهمني شو اللي صار؟ حطيناه بالبيت عندي بس هلا ما فينا نطلع فيه صارت الدنيا ضو والطريق مشي سمر كاسة ماي نشرب حبيبي والعمل هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نخليه لليل منين خليه عندك؟ لا اختي شو خليه عندي؟ ليش حتى تبلوني فيه؟ ابنك فيه؟ رجليك معنا بالفلقة شو رجلي معكم بالفلقة؟ ابنك اللي ضرب على راسه لك أنا سرقني وما عملت له شيء ايه ما عملت له شيء وطلعت أشطر منه لا يا معمى شو هالحكي؟ مو عيب عليك يعني يطلع منك هيك حكي؟ يعني هذا أنا فوق يعني ما بعزكم وبحترمكم لو ما كنت بعزكم أنا كنت دقيت عليكم الباب أخي نحن مالنا بهالوارد رجع لي صيغتي بعدين نتفاهم معقولة يا أم أحمد معقولة يعني آخذ شيء أنا مو إلي وخاصة إذا كان هالشيء إلك يعني بعدين يعني بتريديها بتجي أم خالد والولاد وشوفوا القتيل بالبيت أم خالد ما رح تجي هي والولاد إلى حرداني أكثر من شهر وأنت ما رح تجبتها هلا رح تجي لا أم خالد مو حرداني صار لها شهر زارة عند أهلها واليوم بتخلص زيارتها جارنا الجار بيكذب على كل العالم إلا على جاره ما بيسترجي يكذب ليش؟ لأني أنا سمعتك بإذني وقت رقعت هذاك البوكس وحلفت يمين ما ترجع على البيت هالحكاية ما لها أصل بنوب لا إلا أصل
هالقد نبيرتها بزيت. شو هالجنان ها؟ عن شو عم تحكوا؟ خانقه هو ومرته ما تخانقه ومرته. نحن ابو ارد القتيل اللي محوش هنيك هلا. القتيل هو حرفي. نحن ما دخلنا على سمار. يلا خلينا نضبط بالبيت. نحن ما راح من عنا صيغه بنو. ام احمد الله يخليكي، هي كل الصيغه الله يسامحك فيها، بس خلصيني من هالمصيبه. الحق حلو. كل واحد بياخذ اللي له. تفضل هي لك. شبك ام احمد مو على بعضك؟ ما بلي شيء امتى يصير؟ اهلين وسهلين. ما جاوبتيني، شو كنتوا عم تساووا وقت نزلتوا ورديتوا ورجعتوا؟ ايه انا كان عندي ثياب قديمه بدي ودرهم. احمد دق على جارنا الباب مشان يساعده وينزلهم سوا نرميهم. ها شويه ثياب ايه بدهم اثنين يحملوهم ويطحوا فيهم؟ قلتي لي كنت ارموهم. انا شو قلت لحالي؟ بشحدهم بينوبني ثواب. ما تكملي قهوتك. قهوتك مشروبه تقبريني، بس انا حبيت اطمئن لانه شفتك وانتي نازله ناديت لك ما رديتي علي. قلت لحالي بيجي بشرب فنجان قهوه عندك وبعرف شو صار. فيك الخير ام تيسير، شايلتك لوقت عازينا. دايما ام احمد. اهلين وسهلين ام تيسير. بتريدي شي عيمين؟ لا سلامتك. الله يسلمك. مع السلامة. عيدية هي بتشرب. لك معقولة؟ يلا خاطرك. مع السلامة ام تيسير. وقفي لحط ايجاربي. حطيه ام تيسير. مع السلامة. الله يسلمك. شكرا. الموضوع اكيد في إنا. يا لطيفة الام تيسير، شو مثلت بتحكي؟ شايف؟ ايه جارتنا، هلا شو بدنا تساوي؟ أنا خايفة من ام تيسير، هلا بتكون دايرة على بيت بيت على سمعت وشفت وقالوا قلنا. أمي وطوا صوتكم شوي لبفيق أخي محمد. مزبوط. هلا شو بدنا نعمل بهالمصيبة اللي اجتنا؟ كانت لا على البال ولا على الخاطر. أمي اسمعوا مني، خلينا نخبر الشرطة أحسن لها، نخلص من هالمصيبة، هلا ام تيسير بدها تعملها قصة وصيرة. الله يهدها، واقفة عند أبو محمود السما. الله يهدها بهالكباش. عم تنشر على شباكنا. احمد تعال شوف فتح. لك اي والله تعال تعال تعال. جارتنا خلينا نجيبه لعندكم لهون ونحطه عندكم للمساء. يو شو تجيبه؟ لك ما شفتهم عم يقولوا ام تيسير دايره عم تحكي بالقصه، بركي اجا حدا لعنا. لا خلي عندك احسن. انا شو دخلني؟ مو انا اللي قتلته. فكرينا بعلم محمد. لك انا سرقني وما عملت له شيء. لك ايه روح انت تطمن عليه، طمن عليه، شوف شو بدنا نساوي. بس انا هي باينت القصه ما راح تنفوت على خير اذا فاتت فيها ام تيسير. يعني جارتنا انا 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 شو في جارنا؟ خير في شيء اللي لا يعني انا قصدي لو اخذ معي احمد الله يسلمه بيونسني. لا احمد عاوزته. شو جارنا خايف؟ انا خايف شو لحتى خاف؟ انا 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 خاف من من رجال ميت. ما تروح لك امي، هذا ابو محمود اللتات عم يحكي لابو ماجد النجد. خليني اشوفه خليني اشوفه. لا روح تيسر انت. هلا اذا اجى لعنا حدا وشافك هيك بالبيجامه شو بده يقول علينا؟ ينقصنا حكي. جارتنا انا رح اغير ثيابي ويعني وبرجع. ليش ترجع؟ مو رايح على شغلكم انت جارنا. انو شغل هذا؟ انو شغل؟ والمصيبه يعني اللي لا حبيتي هي المصيبه. روح هلا روح عيني. لو بعد ما يجي حدا. مع السلامه. مع السلامه. كان ونسني احمد. مع السلامه. ما عاد فيني جبت انا. يرضى عليك فيي اخوكي محمد، خليه يلحق مدرسته. انت بلا وظيفتك. رد رجع. لا تفتحوا له، لا تكون ام تيسير. امي لا تكون الشرطه.
رصدت السنين خلاص راحت علي. مرت عمي تمام فرحان تقلي انا بفتح. خير مرت عمي؟ ليه ما فتحتوا لي الباب دغري؟ لا سلامتك ما في شيء، بس انت جاييني الصبح يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم. ايه معي تاكسي. قلت لحالي بمر وباخذ سمار، اخذ تاكسي واخذ بصلة على الشغل بل ما تعذب بالبازار. ايه فيك الخير. شو بك فرحان؟ ليش هيك مغبر ومعفشك؟ شو متخانق مع حدا؟ لا ما تخانقت، بس انا فيني خير، على قولة مرت عمي، ساعد جاركم حملوا سداجي. ايه مسكين ما كان يلاقي تاكسي جنب البيت، وقفت له تاكسي وركبته فيها. ايه نازل مع الدراج واكل فجي براسه. سجاده؟ ايه سجاجي. وكان عامل معه هذا التلفزيون يا ام احمد، التلفزيون يا ام احمد. شو عرفك اني كنت عامل تلفزيون؟ هلا انا ناقصك انت الثاني، ام احمد الميت طلع مو ميت، هرب بعد ما صار تلفزيوني وجهاز التحكم. طلع مو ميت؟ نجحنا السنة نجحنا.